السلام عليكم، ازي حضراتكم يا دكاترة؟ اخبار حضراتكم ايه؟ امبارح وزارة الصحة المصرية ورئاسة مجلس الوزراء اعلنت ان في كذا حفيقة ظهرت وكانت حالات دنجي فيفر او حمى الدنك او حمى الدنجي فيفر. فعايزين نتكلم شوية عن الدنجي فيفر ونعرف ايه حمى الدنك ده او حمى الدنجي او حمى تكسير العظام او البون بريكنج فيفر او زي ما بيسموها الهيموراجيك فيفر. عايزين نعرف ايه الدنجي فيفر. الدنجي فيفر هو عبارة عن فيرال انفكشن بحاجة اسمها الدي ان في، اللي هو الدنجي فيفر عبارة عن اربع سيروتايبز، اربع انواع، وناس بتقولك خمسة. في سيروتايب تاني بيعمل نفس اعراض الدنجي فيفر فقال لك ان هم خمسة، ولكن اكشلي من ناحية الميكروبيولوجي هم اربعة سيروتايبز ومعاهم واحد كمان بيعمل دنجي فيفر فبقوا خمسة يعني. تمام. بينتشر اكتر في المناطق الاستوائية او المناطق شبه الاستوائية، المناطق الحارة يعني. تمام. بينتشر ازاي؟ بينتشر عن طريق ده، عن طريق الناموسة دي، عن طريق عضة البعوضة دي. البعوضه ديت هي من النوع الايديس ايجيبتياي، اللي هي بعوضه الزعجه المصريه. ما كناش بنحب نقرا اسمها زمان لما كنا نشوفه في الصحه العامه في الكوميونتي وكده يعني. هي بتنتشر عن طريق العضه ديت. البعوضه دي بتقرص حد مصاب، وبعدين البعوضه دي بعد كده تبدا يدخل عندها في الدم اللي هي سحبته من دم الشخص المصاب، وبعد كده يستقر في الغدد اللعابيه بتاعتها، وتصبح البعوضه دي انفكتد مدى حياتها. طول ما هي عايشه هتدنها تنقل الانفكشن، فخلاص وانس ان هو استقر في الغدد اللعابيه هيدن الفيروس دوت، يطلع في كل قرصه هتقرصها لاي شخص هيبدا يطلع. طيب، هل الموضوع دوت خطير؟ هل الموضوع ده صعب؟ بصوا يا جماعة، موضوع الدنجي فيفر بالأعراض بتاعته بنسبة 90% بتبقى مايلد، والناس بتخف بعد أسبوع لعشر أيام من غير ما اديها حاجة خالص، حتى لو ما اديتهاش أي علاج، حتى ما اديتهاش أي علاج. المشكلة إن أنا دايما بيبقى عندي ريسك جروب، بيبقى في جروب عندي لما بتجيلهم بسيفير سيمتومز، بسيمتومز غريبة جدا تستدعي إنها شوية يتحجزوا في المستشفى أو ليهم رعاية أو ليهم عناية خاصة بيهم شوية. تمام. فاحنا هنقول البرزنتيشن العادي التيبيكال اللي بيجي ل 90% من الناس. ايه البرزنتيشن ده؟ والله هي اسمها دنج فيفر، فيفر فيفر، يبقى فيها درجه حراره. بصوا، حتى منظمه الصحه العالميه قالت لك انها بتبدا فيفر ويز اني اوف ذا فولوينج. هي فيفر، فهي حمى. تمام. حمى اسمها حمى، فهي بتبدا بفيفر ومعاها حاجه من الاتي. حاجه من ايه؟ اول حاجه ممكن يجي بيها الشخص ده هيدك، عنده صداع، ريترو اوربيتال بين او اي بين. تمام. بتيجي معاه مايالجيا، مصل بين. تمام. تنزل شويه تحت على الابدومين، بيبقى معاه نوزيا وفوميتنج ومعاه دايريا كمان. تمام. بيبدا بعد كده بون بين، لدرجه ان هم بيسموها البون بريكنج فيفر، حمى تكسير العظام من كتر ما الشخص ده بيبقى عنده تكسير في العظمه. تمام. وبيبقى عنده ارسلارجيا او جوينت بين، وبيطلع عندي راش اسمه ماكيلوبابولر راش. الماكيلوبابولر راش اهو الراش اللي احنا بنشوفه دوت، اهو ماكيلوبابولر راش. تمام. الماكيلوبابولر راش ده بيظهر في حوالي 50% من الحالات، وبيبقى اكتر بالفيرست انفكشن. بصوا يا جماعه، احنا قلنا ان هم اربعه سيرو تايب، صح؟ الاربعه سيرو تايب اللي جاله واحد من السيرو تايب اللي جاله نوع واحد هيدنه اميونايزد منه مدى الحياه، هيدنه عنده اميون منه اميونايزد منه مدى الحياه، مش هيجيله تاني. المشكله في الثلاثه الباقيين، الثلاثه الباقيين دول هو معرض ان هو يجي لهم. المشكله في ايه؟ المشكله عكس اللي احنا فاهمينه. احنا فاهمين ان السكند اتاك هتبقى اهدى من الفيرست اتاك. لا، المشكله في الفيروس دوت انك انت النوع الثاني لما بيجي او السكند اتاك لما بتيجي بتبقى صعب كتير من الفيرست اتاك. فدايما عندي السكند اتاك بتبقى اصعب من الفيرست اتاك. ده السكند اتاك دي دايما اللي بيحصل فيها الكريتيكال سيمتومز اللي هنقولها كمان شويه. فالماكيولابابلر راش دوت بيبقى موجود في 50% وبيبقى اكتر في حالات في حالات الفيرست انفكشن. ده انا كنت بتكلم مع احد زمايلي، في زميل عزيز جدا، هو ماسك في القصير تقريبا او فراس غير في حته من الحتت دي. المهم بيقول لي احنا بنشوفها كتير جدا يعني. انا كنت بتكلم معاه امبارح عشان البيان اللي طلع عن وزارة الصحة والسكان ورئاسة مجلس الوزراء ان الحالات اللي طلعت دي تأكدوا انها حمى ضنك، فبتكلم معاه بيقول لي لا احنا بنشوف الحالات دي كتير جدا عندنا في راس غارب او في الأصول حاجة زي كده يعني. تمام. فهي موجودة فعلا في الاماكن الحارة دي. تمام. بيبقى معاها احيانا لنف ادينوباسي وثرومبوسايتوبينيا. السبب في ظهور الرش ده الثرومبوسايتوبينيا اللي ظهرت عندي. تمام. بيعمل ثرومبوسايتوبينيا. في جروب نسا شهير جدا وعليه اغلب دكاتره النسا والتوليد في مصر، ومعاهم ناس اساتذه كبار جدا من الوطن العربي كله، يكاد يكون اكبر جروب نسا وتوليد في الوطن العربي كله. فالمهم كان احد دكاتره النسا الافاضل سال سؤال مهم، بيقول انا ليه الايام ديت بشوف حالات كتيره جدا تبقى الفيميل متابعه معايا عادي جدا
والسي بي سي بتاعها كويس بعد اسبوعين اكيوت 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 اونست كده، ابص الاقي الثروم البليتلت وقعت بقى فيه ثرومبوسايتوبينيا. لان الناس كلها في الكومنتات، الناس الكبيره كلها في الكومنتات قالت لك ده دنج فيفر، تمام؟ فالدنج فيفر موجوده دلوقتي وسطنا، تمام؟ وهي مش حاجه خطيره زي ما شفنا كده، ده شويه فيفر على شويه ريترو اوربيتال بين على شويه هيدك على شويه نوزيا فوميتنج على راش انا ما اعرفش ايه. العيان بتاعك بيجي يقول لك يا دكتور انا سخنت فجاه وفجاه جسمي حصل فيه الطفح الجلدي دوت، او عندي وجع وعندي صداع وعندي مصل بين وعندي بون بين، فانت هتشخصها كنزله برد عاديه. الحاجه الوحيده اللي انت هتخليك تاخد بالك ان دي ممكن تبقى دنج فيفر انك تعمل سي بي سي للعيان دوت، تلاقي فيه ثرومبوسايتوبينيا وتلاقي منظر الراش دوت. غير كده هي البرودروما العاديه بتاعت اغلب اي مرض، يعني مصل بين وبون بين وهيدك. طب ما هي دي اللي بيحصل في اي مرض، البرودروما بتاعت اي فايرال انفكشن. ولكن الفيفر هنا بتبقى هاي جريد فيفر، بتبقى معديه ال 40، بتوصل ل 41 درجه سيليزيوس. طيب في بعض الناس اللي هم الناس اللي بيجي لها السكند اتاك بقى، الناس ديت اللي بيجي لها سكند اتاك وخصوصا في خلال سنه ونص من الفيرست اتاك، بيبقى حصل لهم في فتره بسيطه، يبدا يجي لهم سيفير ثرومبوسايتوبينيا لدرجه ممكن توصل البليتلت لاقل من 20,000. طيب البليتلت لما توصل للرقم الفظيع دوت ايه اللي هيحصل؟ هيبدا عندك بليدنج من كل حته في جسمك، ممكن يحصل فريش بلاد من الريكتم يبقى هيماتوكيزيا، ممكن يبقى عندك هيماتيمسيس وميلينا من الجي اي تي، ممكن يبقى عندك ابيستاكسيس، ممكن لو في ميل يبقى عندها مينوراجيا، تمام؟ ممكن العيان بتاعك يرجع دم، تمام؟ فانت تبقى واخد بالك ان الاعراض بتاعه البليدنج دي من السيفير سيمتوم. بيبقى معاها سيفير ابدومينال بين وسيفير دايريا، تمام؟ بيبقى معاها احيانا فاسكولار ليكج لدرجه ممكن تدخل العيان بتاعك في شوك، وده بيبقى سيفير وده ممكن يسبب الوفاة، تمام؟ عشان كده ما تستغربش لما بيسموه الدنج هيموراجيك فيفر، هيموراجيك فيفر، تمام؟ طيب منظمة الصحة العالمية، بس عشان أكون قفلت الموضوع كويس، بدأت تتكلم عن شوية أرقام. يعني آخر أبديت عملته WHO في الموضوع ده كان تقريبا بتاريخ 17 مارس 2023، ده آخر أبديت ليها. قالت إنها بتصيب سنويا حوالي من 100 لـ 400 معرض للإصابة بها من 100 لـ 400 مليون شخص سنويا، فده رقم كبير. قال إن من رحمة ربنا بينا الحمد لله إن الرقم دوت ما بيحصلش منه أي حالات وفاة، ولا معدلات وفاة منه بسيطة جدا جدا جدا. طيب نقدر نعالج الموضوع ده ازاي؟ بالمناسبة هي مصر ضربت بحوالي 10 اتاكس من الدنج فيفر دي قبل كده، يمكن في راس غارب والبحر الاحمر كان في 2017، السعودية واليمن جالهم برضو في 2012، فهي بتضرب دايما المناطق الحر. طيب انا بشخص ازاي؟ والله الدياجنوز بتاعي بيبقى كلينيكال، حد بيجي يقول لي يا دكتوره فيفر ومره واحده راش بالمنظر دوت، لو عملت سي بي سي ممكن اشوف فيها ثرومبوسايتوبينيا. منظمه الصحه العالميه بتعمل اي جي ام طبعا وبي سي ار. انا كده كده اي شخص داخل لي بالمنظر دوت هعمل له ترصد، ولو انا قاعده في وحده صحيه او في مركز بعمل ترصد للشخص دوت. ايه الترصد اللي عندي دوت؟ بعمل ببلغ في الاداره اللي بترصد الامراض ان انا عندي حاله فيفر وزراش، انا عندي فيفر وزراش موستلي انها دنج فيفر. هم هناك بقى بياخدوا الحالات دي زي ما حصلت، زي ما حصلت. هو ايه اللي حصل؟ هو انا من 3 ايام كان في كذا اسره في انا حصل لهم مرض وظهر عليهم اعراض فيفر وزراش، عملوا عزلوهم وراحوا جايين عاملين بي سي ار واي جي ام، تاكدوا ان الحالات ديت حالات دنج فيفر، تمام؟ فاعلنوا ان احنا عندنا حمى ضنك، تمام؟ فانت بتعمل فيفر وزراش وموستلي انها دنج فيفر، بس الله اعلم هي ولا لا. الحاجه الوحيده اللي تؤكد دوت ان انا اعمل اميونو جلوبولين ام ده عشان الريسنت انفكشن، واعمل بي سي ار. طلعت بالسيرولوجي انها خلاص ده اوريدي دنج فيفر، خلاص. افرض ما طلعتش، انت مالكش ذنب، انت شفت حاله فيفر وزراش وشكيت انها حمى ضنك، تمام؟ طيب اعمل بريفنشن ازاي لحاله زي دي؟ والله البريفنشن احسن حاجه انك انت تعمل كنترول للناقل. هو مين اللي بينقلها؟ الموسكيتو، الزعجه المصريه، الناموسه المزعجه دي. طيب هعمل فيها ايه؟ الناموسه دي بتبقى موجوده اكتر حوالين خزانات الميه وحوالين الميه الراكده، حوالين الاثار بتاعه النباتات اللي هي مليانه ميه، تمام؟ فهي بتبقى موجوده في الحته دي، فانا هعمل لها كنترول. نعمل كنترول للموضوع ده ازاي؟ هنعمل كنترول والله عن طريق ان انت ممكن ترش بالمبيدات، ممكن تركب ناموسيات، تلبس هدوم طويله شويه بحيث الناموس ما يقدرش يقرصك، تمام؟ انا عايزه اقول ان من الحاجات الطريفه جدا وانا بحضر الموضوع ده، انا لقيت ان في حاجه اسمها حرب بيولوجيه على البعوض، تمام؟ ان هم بدأوا ينتجوا يغيروا في التركيب الجيني بتاع ذكور الايديس ايجيبتياي بتاع الموسكيتو ده، بحيث ينتجوا نسل جديد من البعوض لا يستطيع الطيران. كونه لا يستطيع الطيران يبقى مش هيقدر يقرص حد تاني وينشر المرض ده.
ده من الحاجات الطريفة برضو اللي انا قريتها، ان هم بدأوا يلعبوا على بكتيريا ويغيروا ويعدلوا في البكتيريا ديت عشان خاطر البكتيريا دي تصيب البعوضة، وبالتالي البعوضة ديت تقدر بعد كده ما تقدرش تطير بعد كده. تمام. فتخيل ان في ناس قاعدة عمالة تعمل ابحاث ورصدة معامل ورصدة مزنيات، وقاعدة عشان خاطر تصيب بعوضة ببعض بكتيريا، يعني تغير في بكتيريا عشان البكتيريا تسبب مرض البعوضة. فانت واحنا عايزين الناس تسيبنا في حالنا، يعني الناس مش سايبة البعوضة في حالها، فاحنا عايزين الناس تسيبنا في حالنا. مش عارفة يعني هو مرض فعلا منتشر، واه بسيط وكل حاجة، ولكن يعني انا شايفة ان ده حاجة اوفر ريتد يعني صراحة. بالنسبة لموضوع الفاكسينيشن، طلع سنة 2015 فاكسين اسمه دينجا فاكسيا، ده فاكسين بيدول الناس من سن 9 سنين لحد 45 سنة. الفاكسين دوت السيفتي بتاعته عالية جدا، ولكن يتظل فيه مشكلة، ان احنا قلنا ان هم 4 سيرو تايب، وهو بيدي ضد نوع واحد من السيرو تايب دوت، بيدي ناحية سيرو تايب واحد الاميونيتي بتاعته، وبالتالي لو جه اي نوع تاني هتقدر حضرتك يجيلك المرض ويجيلك السيمتومز. طيب التريتمنت بتاعنا بقى ايه؟ والله التريتمنت بتاعي بيبقى بيد ريست، الشخص دوت ياخد سوائل دافية، بدي باراسيتامول بس، ما بديش حاجة تانية، باراسيتامول. اهم حاجة بس افويد الايبوبروفين والاسبوسيد والحاجات ديت، عشان هو اصلا هيموراجيك، هو اصلا عنده ثرومبوسايتوبينيا، هو اصلا ناوي ينزف، فانت بلاش تدي والنبي الحاجات اللي فيها اسبوسيد وفيها بروفين وفيها الحاجات ديت. تمام. بتدي باراسيتامول. الحالات الريسكي او الحالات اللي انت شفتها انها عندها سيفير سيمتوم، زي ما قلنا سيفير ابدومينال بين وسيفير دايريا، وعنده هيموراج عنيف، وعنده ثرومبوسايتوبينيا، ودخل في الكريتيكال فيز اللي احنا قلنا عليها ديت، وممكن يوصل للشوك، انت الشخص دوت يتحول ويدخل مستشفى، وساعتها بقى بنعمل له البي سي ار والاي جي ام عشان نشخصه، وبيبدا ياخد تريتمنت تاني، وبياخد اميونوجلوبولينز، وبيظبطوه هم جوه المستشفى. المرض منتشر طبعا، حسب الاحصائيات الدبليو اتش او منتشر طبعا. احنا قلنا ان هو اصاب مصر حوالي 10 مرات، يمكن اخرها 2017 في راس غارب والبحر الاحمر، في 2015 اصاب اسيوط كان حوالي 300 شخص. افضل حاجه فيه طبعا الوقايه هي خير من العلاج. مرض ان شاء الله يعني ربنا يعافي الجميع، وان شاء الله خير يعني. السلام عليكم.